جامعة جنوب كاليفورنيا قامت بدراسة غريبة من نوعها للبحث عن أفضل نظام لتجديد الجهاز المناعي لدى الإنسان وجعله أكثر قوة وكفاءة، وكانت المفاجأة بصيام 3 أيام متتالية. الدراسة استمرت 6 أشهر، حيث وجد العلماء بنهايتها أن الجسم قضى على السموم المتراكمة والخلايا التالفة التي كانت عبئاً على هذا الجسم، وأصبح النظام المناعي أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة الفيروسات. البروفيسور فولتر لونغو يقول بالحرف الواحد: خلال 3 أيام من الصيام المتتالي، وعندما يتضور جسدك جوعاً، فإنه يعطي الإذن للقضاء على الخلايا الهرمة والمتضررة والتالفة، ويبدأ بإنتاج خلايا دم بيضاء أكثر نشاطاً وأكثر قدرة على مواجهة الفيروسات. فعندما يبدأ الجسم بالصيام، يقل عدد الخلايا المناعية بشكل مفاجئ، وبمجرد إعادة التغذية تبدأ الخلايا المناعية بالتشكل من جديد. البروفيسور لونغو يقول بالحرف الواحد: عندما تجوع خلايا جسمك، تصبح هذه الخلايا أكثر مقاومة للإجهاد وأطول عمراً. ويقول بالحرف الواحد أيضاً: عند الصيام 3 أيام، يعطي جسدك الإشارة للبدء بتجديد الخلايا الجذعية، وهي من أهم الخلايا في الجسم، حيث يتم بناء نظام مناعة كامل خلال 3 أيام فقط. خلال هذه الأيام 3 يتم التخلص من أجزاء النظام القديم المتضررة والضعيفة، ويتم إنتاج نظام مناعي أكثر قدرة على تمييز الفيروسات والتخلص منها بكفاءة عالية جدا. ولكن السؤال: ما هي أفضل طريقة للصيام هذه الأيام 3؟ هذا ما يجيب عنه العلماء اليوم. دراسة حديثة لجامعة إليونز في شيكاغو نشرت في مجلة Nutrition and Healthy Aging طريقة رائعة جدا للصيام تسمى 16-8، لها فعالية عالية جدا على أجهزة الجسد وأكثر سهولة وقبولا. ولكن ما هي طريقة 16-8؟ أن تصوم 16 ساعة تمتنع تماما عن الطعام والشراب، وثماني ساعات تفطر. هذه الطريقة شبيهة جدا بالصيام على الطريقة الإسلامية. والآن ماذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ هل غفل النبي الكريم عن هذه الحقيقة الطبية؟ لقد أمر النبي الكريم بصيام 3 أيام من كل شهر، ورغب في ذلك حتى إنه اعتبرها صيام الدهر كله. قال عليه الصلاة والسلام: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، أيام البيض صبيحة 13 و14 و15. الحديث موجود في السلسلة الصحيحة. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لنا: جددوا نظام المناعة لديكم كل شهر، ليبقى هذا النظام قويا قادرا على مواجهة أي وباء أو أي مرض. ويبقى السؤال أيها الأحبة: كيف علم النبي الكريم قبل أكثر من 1400 سنة بأهمية هذا النظام في الصيام؟ ولماذا يتحدث في ذلك الوقت عن حقائق طبية لم تكتشف إلا في القرن 21؟ والله إن هذه الدراسات لتشهد بصدق رسالة الإسلام وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.